احنا طول ما احنا ماشيين هنحاول نشرح ال different architectures عن طريق ديجيتال ايه ديجيتال كلوك. يعني ده البروجكت اللي بنصح الناس انها ايه تحاول تعمله لما تحب تجرب انها فهمت يعني ايه سي، يعني ايه كنترولر، يعني ايه ديزاين، يعني ايه تيستينج. الكلوك بتاعي بسيط كده، بيعرض رقمين، دول الساعات، الرقمين دول للايه للدقايق، وممكن نحط الدوت هنا اللي في ال 7 سيجمنت ديسبلاي ده بتبلينك كل ايه كل ثانية. الانبوتس بتاعتي بتجيلي عن طريق ثلاث زراير، في زرار اللي في النص ده زرار سات بيغير المود. والله يعني لو دوست سات مرة يبقى انا بظبط الاورس، لو انا دوست سات تاني مرة هظبط الدقايق، لو دوست سات تالت مرة هعرض ساعة ايه عادية. يبقى عندي على الزرار على الشمال زرار ماينس، على حسب بقى انا بسات اورز ولا مينتس ممكن ينقص. لو انا ايه لو دوست على زرار بلس وانا بظبط الساعات او الدقايق يزودهم بايه بواحد. اوكي، فده السيستم اللي انا هشرح عليه باستخدام الديفرنت ايه اركيتكتشرز.